أحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، واختلاف كبير على درجات الحرارة خلال بداية الأسبوع القادم. التفاصيل بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم استمر انتشار كميات من الغيوم المتوسطة والعالية في المنطقة الشمالية من المملكة، هي ناتجة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، حالة ضعيفة ومحدودة من عدم الاستقرار الجوي عملت على هطول زخات متفرقة ومحلية الطابع من الأمطار. خلال عطلة نهاية الأسبوع يتوقع أن تستمر هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي بالتأثير على منطقتي الجوف والحدود الشمالية بشكل خفيف ومحدود على شكل انتشار لكميات من الغيوم العالية والمتوسطة وأيضا زخات محلية من المطر، فيما يسود طقس خريفي اعتيادي في باقي مناطق المملكة ومستقر بشكل عام. درجات الحرارة المتوقعة اعتبارا من يوم السبت وحتى بداية الأسبوع القادم نتحدث فيها عن الانخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية. يوم السبت تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشمالية، حيث تكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، لكن لاحظوا اقتراب لهذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام قادمة نحو بلاد الشام عبر شرق البحر الأبيض المتوسط. تصل تأثيرات هذه الكتلة الهوائية نحو شمال المملكة العربية السعودية اعتبارا من يوم الاثنين، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، تكون أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، ودرجة الحرارة ستكون أو برودة الأجواء ستكون محسوسة أكثر خلال ساعات الليل في المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية خلال منتصف الأسبوع القادم. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة. طقس مستقر بشكل عام، درجات الحرارة العظمى تكون ما بين 38 و 39 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الأحد، أما الصغرى تكون 27 درجة مئوية يوم الجمعة، تنخفض يوم السبت ل 26 وتواصل انخفاضها يوم الأحد لتسجل 24 درجة مئوية. نوقف العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، تسود أجواء صافية مع 26 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 25، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي المدن السعودية ليوم الجمعة، نبدأها شمالا من تبوك، أجواء حارة مع 39 إلى 19 درجة مئوية، سكاكا 40 إلى 23 وعرعر 39 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 39 إلى 25، جدة 33 إلى 26، مكة المكرمة 41 إلى 25، والطائف غبار خفيف مع 31 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، تراجع واضح على الأحوال الجوية الغير مستقرة، الباحة أجواء مشمسة 26 إلى 17، أبها 27 إلى 15، وجازان 35 إلى 29 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 39 إلى 27، حفر الباطن 41 إلى 27، والإحساء 40 إلى 26 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 38 إلى 27 مع أجواء صافية، بريدة 39 إلى 24 وحائل أجواء صافية مع 37 إلى 23 درجة مئوية. في الأخير وقبل الختام، لا بأس أن نذكركم بأن يوم السبت الموافق ل 16 أكتوبر سيكون بداية موسم الوسم في المملكة العربية السعودية الذي يمتد من منتصف شهر أكتوبر وحتى بداية شهر ديسمبر. موسم الوسم يعتبر من أهم مواسم الأمطار في المملكة العربية السعودية، تكثر فيه حالات عدم الاستقرار الجوي، تنخفض فيه درجات الحرارة وتهطل زخات الأمطار الرعدية وأيضا البرد في العديد من المناطق. سمي موسم الوسم لأنه يسم الأرض باللون الأخضر كنتيجة لعودة هطول الأمطار في مناطق لا تشهد عادة هطولا للأمطار خلال فصل الصيف. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.